اللهم صل على النبي، رمضان خلص والواحد يشرب سجاير براحته. هات يا حاج 30 جنيه بسرعه. مفيش فلوس للسجاير. من فلوسي عارفه مفيش فلوس للسجاير، حرام عليك يا اخي. انا مقطع من جلدك، دي فلوس سايبها معاك، هات 30 جنيه منها. ال 30 دي مش تنفع معانا في مصاريف البيت. معانا تاني يا اخت. معانا ايه؟ فين اللي معانا؟ عشان 100 جنيه شايلها معايا عامل نفسك معاك المليون. الفلوس اما تروح وتيجي يا حاج. لا معاك انت ما تروح مش اما تيجي والله. طب هات 30 جنيه عشان مجاري. يا حاج ال 30 دي تنفعنا نجيب بها اكل حاجه للعيال تاكلها. امسك على ايدك شويه يا حاج، اديك شايف ايام صعبه. يوه هتفتح لي حوار، هتعمل لي المره المثاليه الحلوه في بيتها. حوار ايه؟ اللي لما اقوله ده هو الصح اللي ماشي الايام دي. خلاص خلاص يا شيخ هيقطع السجاير. يا رب يا رب يا اخي. ويا رب لو قطعت السجاير اقطعها هي برضو، عشان هي اللي ما تخليني اشرب السجاير. كل ما اتعصب لازم اشرب سجاير، وهي بس اللي متعصبني في الدنيا دي. يوش منك لربنا يا اخي.